أعزائي المصممين ازيكم؟ فيديو النهارده هنكون بنتكلم عن تصميم وتصنيع ميكسر خاص بخلط الألوان، أو في الحالة بتاعتنا هيكون خلط الريزن ببعضه أو المواد الإيبوكسية زي البوليستر وغيره من المواد. فتابعوا معانا كل الخطوات بتاعت التصميم والتنفيذ للبروجكت بتاع النهارده. وكالعادة أول خطوة بنبدأ إن احنا نشتغل عليها لتصميم وتصنيع أي منتج هي إن احنا نبدأ إن احنا نعمل 3D موديل بتاعه. فاحنا في الحالة دي شغالين على برنامج راينو 7 للموديلنج. بعد كده بنبدأ إن احنا نرسم الميكسور بتاعنا، الرسم بتاعه بسيط جدا، بنبدأ نرسم حاجات 2D، بعد كده اسطوانة في النص، وهبدأ إن أنا أحط مكان في نص الاسطوانة. الكلام ده هيبدأ يتعشق في أكس، الأكس ده هيكون ماسك في الدريل الأساسي. وبعد ما بنخلص التصميم بنبدا ان احنا ندخله على 3D برينتر. احنا طبعا عملنا حاجه ان انا جبت تو ميكسرز جاهزين من على النت من على موقع 3D برينت، وبدات ان انا اطبعهم. بس في نفس الوقت لقيت ان الثيكنس بتاعت الرول بتاعتهم ضعيفه جدا، ما تتحملش. فعشان كده ده السبب ان انا عملت 3D موديل للميكسر بتاعي بحيث ان انا اتحكم في الثيكنس بتاع الايه الرول. فسواء في مراحل الديزاين هتلاحظوا فرق شديد جدا ما بين التو مودلز الجاهزين، واحد على ايدنا اليمين وواحد على ايدنا اليسار، واللي في النص ده هو اللي انا صممته على راينو ثيكنس الرول 3/10. بعد كده هنبدا ان احنا نقص الاكس الاساسي. احنا في الحاله بتاعتنا دي اكس احنا جايبينه طوله تقريبا حوالي 2 متر، سعره 15 جنيه، فاحنا اخدنا حته صغيره جدا بتاع 20 سنتي او 15 سنتي عشان نبدا ان احنا نحطها في الميكسرز ونشتغل عليها. بعد ما قطعنا دي التولز اللي احنا هنكون شغالين عليها. ادي عندنا التوبامز، الموديل اللي على اليمين اللي معمول 3D برينت هو ده اللي احنا مصممينه، واللي على اليسار هو ده الموديل الجاهز. هبدا استخدم معجون حديد او لزق حديد، هو بيكون انبوبتين، ببدا ان انا اخلط الانبوبتين على بعض بحيث ان هي تديني الصلاده بتاعت الايه الحاجه. هبدا ان انا اقلبهم بمعلقه بشكل بسيط بحيث ان هو يبدا الصلاده. بعد كده هبدا ان انا احطه في البروجكت بتاعنا طبعا على اليمين. زي ما قلت لكم انا كنت سايب فراغ في المنطقه دي بحيث ان احنا نبدا ان احنا نحط فيه الايه الاكس. فالمنطقه دي هبدا ان انا احط فيها غيره، وفي نفس الوقت اهو هبدا ان انا اجي على كل الاطراف اضيف غيره بحيث ان الاكس يبدا ان هو يكون ايه ثابت. الاكس التاني طبعا المنطقه صغيره، طبعا ده الموديل الجاهز، فالمواصفات بتاعته برده زي ما قلت لكم ما كانتش قويه، ده برده اللي خلاني ان انا اسوي ان انا اشتغل. فانا حرقت البشبوري على الاكس وبدات ان انا ادخل الاكس بالربط، وفي نفس الوقت عشان زياده تاكيد برده حطيت شويه غير على الاطراف بحيث ان هي تكون مناسبه للايه الحاجه. وزي ما انتم شايفين ده البروجكت الاول. احنا طبعا انا عندي عامل اساسي ان انا لازم احافظ عليه، وهو الثيكنس بتاع او القطر بتاعنا ان هو يكون 5 سم عشان يقدر ان انا اضرب بيه من كوبايه لاوبجكتس ايه اكبر. فده برده كان عامل مهم قوي عشان اصمم الموديل بتاعي اخلي ثيكنس وول. فزي ما انتم شايفين ده الموديل بعد ما اتجمع خالص وركب في الدريل، بدا ان هو يميكس. ميكس بتاعه ممتاز جدا في الاتجاهين، مدين نتيجة كويسة قوي، وفي نفس الوقت ان هو يتحمل، مش مجرد بس تكون حاجة بسيطة ان هي تتكسر في اي وقت، لا نقلب بيها فترات زمنية طويلة. مش بس في كوباية، يعني هي تقدر تدخل في كوباية صغيرة وفي نفس الوقت التقليب بتاعها في جالونز كبيرة مثلا او عبوات كبيرة بيكون ايه ممتاز. وفي نفس الوقت انا اقدر افكه واركبه على ايا كان نوع الدريل او الحاجة اللي موجودة معايا، هقدر ان انا اركبها ايه بسهولة. في النهاية اعزائي المصممين ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو دونا ثامس اب، لو عندكم اي كومنت تقدروا ان تحطوا لكم في الكومنتس.